أبنائي وبناتي طلبة وطالبات الصف الأول الإعدادي، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم في تدريبات على نص وطني. قبل ما نبدأ نحل ونتناقش لازم نقرأ الأبيات كويس جدا. تعالوا نشوف الشاعر بيقول إيه. وقاك الله يا وطني من الآفات والمحن، وصانك يا حمى الإسلام من شر ومن فتن، فداؤك مهجتي أبدا ولست أمن بالثمن. الأسئلة بيقول لك السؤال الأول أو ألف، تخير إجابة صحيحة مما بين القوسين. معنى وقاك أمنك صانك رعاك، معنى وقاك معناها صانك. مفرد فتن فاتن فتنة فتان. فتنة مضاد أمن أمنع أقصر أدن أدن. بما يدعو الشاعر للوطن، بما يدعو الشاعر لوطنه، يدعو الشاعر لوطنه بإيه بقى؟ إحنا قلناها في الشرح، أن يدعو الشاعر لوطنه أن يحفظه ويصونه من الابتلاءات والمحن والمصائب والأمراض إلى آخره. يا وطني، ما نوع الأسلوب في يا وطني؟ يا وطني أسلوب إيه؟ نداء، أحسنتم، غرضه التعظيم، غرضه التعظيم. نأتي بعد كده للجزئية الثانية. سأبني مجدك العالي قويم النهج والسنن، أحبك سيدا حرا عظيم الشأن يا وطني، ففيك أواصر القربى وطيب الأنس والسكن. أكمل. مرادف قويم، قويم معناها معتدل، ومضاد الأنس عكسها الوحشة، جمع النهج النهوب، جمع المجد الأمجاد، مفرد السنن السنة، مفرد أواصر آسرة، مفرد أواصر آسرة. اشرح الأبيات السابقة ثم ضع عنوانا لها. نشرح الأبيات. يتعهد الشاعر هنا بأنه سوف يرفع شأن هذا الوطن باعتدال، وأنه يحب وطنه وهو عظيم الشأن عالي الرفعة، وأن في هذا الوطن أقاربه وأحبابه وأصدقائه، ويجد الشاعر في هذا الوطن المتعة والسعادة، وفيه مقر السكن والأنس والاستقرار. العنوان تعهد الشاعر برفع شأن الوطن، عنوان هذه الأبيات تعهد الشاعر برفع شأن هذا الوطن. ما الجمال فيه؟ أحبك سيدا حرا، تعبير جميل يصور الشاعر الوطن، تعبير جميل صور الوطن بإنسان حر، وهو يدل على شدة حب الشاعر للوطن، ويحمل معنى التمني، ان الشاعر بيتمنى ان يكون دائما وطنه حر، ويا رب يكون وطننا حر لكل ابنه. نيجي للجزئيه الثالثه من التدريبات. وفيك روائع الذكرى تسطرها يد الزمن، وفيك الدين والتقوى ونور العلم والفطن، وظلك موئل الغالي ومهوى الروح والبدن. اول حاجه عاوز معنى موئلي، موئلي معناها مرجعي، جميل. بعد كده مضاد الفتن، الفتن يعني الذكاء والمهاره عكسها الغباء، جمع البدن الابدان، مفرد روائع رائعه. ذكر الشاعر اسباب حب الوطن، وضحها كما فهمت من ايه. انا عاوزك تفكر قبل ما اقول لك الاجابه، يبقى اسباب حب الشاعر هي ايه؟ ان شرح نشرح هذه الابيات يبين الشاعر أن للوطن انتصارات وأمجاد عظيمة سجلها الزمن على مر التاريخ أو على مر السنين، يجد فيها كل إنسان من الدين والتقوى أهله يتميزون بالإيمان بالله، لأن وطننا فيه الأزهر الشريف، فهو مهد الأديان السماوية ومنبع الحضارات الإنسانية. طيب نيجي لدال بقى، بيقول لك ما الجمال فيه تسطرها يد الزمن، تسطرها يد الزمن، هو الزمن ليه يد بيقعد يسطر أو يكتب؟ لا طبعا، هتقول لي تعبير جميل يصور وطن بإنسان يكتب بيده. في وطني أقاربي ومكان إقامتي، أكتب البيت الدال على هذا المعنى. إيه البيت اللي يدل على هذا المعنى بقى؟ خلي بالك الناس ده حفظ. ففيك أواصر القربة وطيب الأنس والسكن. سؤال سريع، أيهما أجمل؟ ففيك روائع الذكرى ولا روائع الذكرى فيك؟ تاني، ففيك روائع الذكرى ولا روائع الذكرى فيك؟ هتقول لي فيك روائع الذكرى عن طريق لأنه قدم الجر والمجرور على الخبر، يعني تقديم الخبر على المبتدأ ده اسمه أسلوب قصر يفيد التوكيد والتخصيص. يا رب احفظ أوطاننا
إن شاء الله تكونوا في صحة وفي سعادة وفي نعيم وفي رخاء وفي دين وتقوى. أترككم في رعاية الله وأمنه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.